ناصر ونواب الرئيس إلى مطار ألمازا لاستقبال أبطال الجزائر عند وصولهم إلى القاهرة في زيارة رسمية للجمهورية العربية المتحدة. وصلت الطائرة العربية التي تقل الأبطال الأحرار إلى أرض المطار، وهبط من الطائرة الزعيم أحمد بن بيلا، فاستقبله الرئيس جمال عبد الناصر بالعناق. وقدم الزعيم الجزائري رفاقه في الجهاد محمد خيدر وحسين آيت أحمد ورابح بيطاط إلى الرئيس ونوابه، فتعانق ثوار الجزائر وثوار مصر في محبة وإخاء. وعزفت الموسيقى سلام الجزائر الوطني وسلام الجمهورية العربية المتحدة، وأدى التحية حرس الشرف. وقدمت الفتيات العربيات للأبطال باقات الزهور تحية لهذه الزيارة السعيدة. وتقدم الأبطال الأحرار لتحية كبار المستقبلين من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العرب والأجانب ورؤساء أركان حرب القوات المسلحة وقادة الجيش وكبار الشخصيات العربية والشرقية. وتحرك موكب الأبطال من مطار ألمازا إلى قلب القاهرة التي فتحت قلبها وذراعيها لاستقبال أبطال ثورة الجزائر. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر البطل بن بيلا في سيارة مكشوفة، بينما صحب المشير عبد الحكيم عامر وسيد كمال الدين حسين الزعماء الثلاثة في سيارة أخرى. وخرجت الملايين تستقبل الأبطال الثائرين في وجه الاستعمار والعبودية، الأبطال الذين حققوا لبلادهم النصرة والنصر. كانت الهتافات المدوية بحياة الأبطال تشق عنان السماء، وكانت الزهور تنثر من شرفات البيوت تعبر عن فرحة كل قلب بالأبطال. الزينات وأقواس النصر واللافتات التي كتبت عليها عبارات الترحيب بالأبطال في كل مكان. وكان الرئيس جمال عبد الناصر والبطل أحمد بن بيلا يردان التحية للشعب الوفي الأمين الذي عبر عن فرحته بلقاء أبطال الجزائر أحسن تعبير. ساعتان من الزمن مرت على موكب الأبطال وهو يشق طريقه بين الأمواج المتلاطمة من البشر، عبرت فيها الجماهير عن حبها وتقديرها للعاملين من أجل تحرير بلادهم وخدمة شعوبهم. وبين هذه الحفاوة التي لم تشهدها القاهرة من قبل، وصل موكب الأبطال إلى القصر الجمهوري بالقبة. وصحب الرئيس جمال عبد الناصر أبطال الجزائر إلى داخل القصر، حيث أمضى مع ضيوفه بعض الوقت بحضور السادة نواب رئيس الجمهورية. وفي المساء أقام الرئيس جمال عبد الناصر مأدبة عشاء بداره تكريما لأبطال الجزائر، وقد دعي إلى الحفل السادة نواب رئيس الجمهورية والوزراء، ومر الأبطال على المدعوين مصافحين إياهم. وأقام السيد علي كافي رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية في القاهرة حفل استقبال بفندق سميراميس تكريما للبطل أحمد بن بيلا ورفاقه المجاهدين. وعند وصول الأبطال إلى الحفل استقبلهم المدعوون بالتصفيق الحاد. وقد دعي إلى الحفل الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار الشخصيات العربية وقادة الجيش وأعضاء الجالية الجزائرية في القاهرة ورجال الصحافة والأدب والفن. في المساء أقام المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة مأدبة عشاء بنادي الضباط بالزمالك تكريما لأبطال الجزائر. وصل إلى الحفل الرئيس جمال عبد الناصر فاستقبل سيادته المشير عبد الحكيم عامر وأبطال الجزائر.
وقد دعي إلى الحفل نواب رئيس الجمهورية والوزراء ورؤساء هيئة أركان حرب القوات الثلاث وقادة الجيش وضباط القوات المسلحة وكبار الشخصيات. وأمضى الرئيس مع ضيوفه أبطال الجزائر وقتا طيبا يسوده المحبة والمودة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وشاهد الرئيس والأبطال والمدعوون الألعاب النارية والصواريخ التي أعدت إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة تكريما لأبطال الجزائر الأحرار. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر في داره زعماء الجزائر الأبطال أحمد بن بيلا ومحمد خيضر وحسين آية أحمد ورابح بيطاط. واجتمع الرئيس بالأبطال بعض الوقت بحضور العقيد علي كافي رئيس البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالقاهرة. وفي المساء لبى الرئيس جمال عبد الناصر دعوة الزعماء الجزائريين لمأدبة العشاء التي أقيمت في قصر القاهرة، ودعي إلى الحفل السادة أنور السادات وعبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر وزكريا محي الدين وحسين الشفعي وكمال الدين حسين نواب رئيس الجمهورية، والدكتور محمود فوزي وزير الخارجية، وعلي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور عبد القادر حاتم وزير الدولة. وحضر الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال الذي أقامته البعثة الجزائرية في دارها احتفالا بعيد الاستقلال. وكان في استقبال السيد الرئيس السيد علي كافي رئيس البعثة وكبار رجال البعثة، وقد قوبل سيادته بالتكريم من الحاضرين. وصافح رئيس جمال عبد الناصر كبار الشخصيات التي حضرت للمشاركة في هذا الحفل القومي الكبير من السادة نواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي وقواد الجيش وكبار الشخصيات. قبل الرئيس جمال عبد الناصر في داره الزعماء الجزائريين أحمد بن بيلا ومحمد خيضر وحسين آية أحمد ورابح بيطاط بمناسبة انتهاء زيارتهم للجمهورية العربية المتحدة وسفرهم من القاهرة. وقد حضر هذه المقابلة التي استغرقت ساعتين السيد فتح الديب سفير الجمهورية العربية المتحدة في بون. وفي اليوم التالي صحب الرئيس جمال عبد الناصر زعماء الجزائر عند سفرهم من مطار ألماظة، كما كان في وداعهم السادة نواب رئيس الجمهورية والوزراء ورجال السلك السياسي العربي والأجنبي وقادة الجيش وأفراد الجالية الجزائرية في القاهرة. ومر زعماء الجزائر على كبار المستقبلين مصافحين إياهم. ثم مر الرئيس والزعماء على حرس الشرف الذي يعد لاستقبالهم. وقدمت فتيات الجمهورية العربية باقات الزهور للزعماء المجاهدين. وتعانق الرئيس جمال عبد الناصر وزعماء الجزائر عناق المحبة والمودة.